طيب تعالى استاذ محمد نتكلم بقى شويه عن مونديال اليد، مشاركه عربيه، ربما المنتخب المصري بيعزز من تواجده ضمن الكبار بفوزه الثاني على التوالي امام المنتخب المغربي. طبعا لقاء الاشقاء ما انتهاش بنتيجه عريضه، ولكن ربما للجوء المدرب الاسباني للمنتخب المصري للبدائل. يعني انت ابرز المنتخبات المشاركه، يعني خلينا نقف شويه عند مونديال اليد. يعني الاول طبعا كويس ان احنا قدرنا ان احنا نريح اللعيبه امبارح بشكل جيد، لان مباراه امريكا وان كنت لا اراها مباراه صعبه، لكن احنا محتاجين ان احنا ندخل في الادوار اللي بعد كده واللعيبه فريش، اللعيبه قادره ان هي تتحمل الضغوط البدنيه، لان اللعبه قويه جدا وانت هتواجه منتخبات قويه. احنا شفنا من المنتظر ان احنا هنكون في مواجهه المنتخب البلجيكي ومنتخب الدنماركي، اعتقد المنتخب البلجيكي منتخب سريع جدا، منتخب قوي، ليس من منتخبات التصنيف العالي، ولكن منتخب سريع استطاع امبارح الفوز على تونس. انا في النتيجه اعتبرها مفاجاه، ولكن ليست مفاجاه بالنسبه للاداء التونسي في الفتره الاخيره، هو ليس في مستوى جيد. واحنا نتكلم عن المشاركات العربيه، يعني تونس في المباراه الاولى لعبت منتخب البحرين وتعدت، في المباراه الثانيه برضه اتهزمت من المنتخب البلجيكي، الناحيه الاخرى المنتخب السعودي. احنا نتكلم لو على عرب افريقيا فلم يفوز فيهم اي حد خالص، منتخب الجزائر اتهزم، منتخب تونس هزم، منتخب المغرب انهزم، ما فيش غير منتخب مصر فقط، ومنتخب تونس تعادل في مباراه واحده، وبالنسبه لعرب اسيا ايضا منتخب البحرين تعادل في مباراه، منتخب طيب. قطر استاذ محمد ربما من كلامك افهم انه يعني ربما الامال تكون معلقه على المنتخب المصري الى حد كبير في الذهاب بعيدا في هذه البطوله. خلينا نتكلم فنيا شويه عن منتخب كره اليد المصري، يعني ايه الاخطاء ربما اللي بيحاول يعالجها المدرب الاسباني في نسخه يعني كاس العالم المره دي عن ما سبق؟ والله الاخطاء معروفه للجميع، الاخطاء بقى لها عده سنوات، للدفاع على الدائره لابد ان يكون اقوى المنتخب المصري بشكل ما، لان المنتخب بيعاني من هذا الامر، ويمكن ده يعني راجع لعدم وجود الاطوال بشكل كبير جدا منتخب مصر، وكمان افتقدنا وجود لاعب كبير جدا هو يحيى خالد سواء في الهجوم او في الدفاع لاصابته بالرباط الصليبي، ربنا يشفيه يا رب. النقطه الثانيه هو نقطه التماسك النفسي في اللحظات الاخيره منتخب اليد، احنا كنا قادرين نفوز وقادرين نوصل لابعد بكثير في مونديال السابق، مونديال مصر في مباراه الدنمارك اكثر من مره بيبقى عندنا فرص ان احنا نحسم المباراه، ولو كنا فزنا على الدنمارك وكنا هنكمل، وده بيتكرر مرارا وتكرارا، حدث برضه في الاولمبي جيمز. اعتقد ان احنا اذا قدرنا ان احنا يكون في ثبات انفعالي في اللحظات الاخيره، اعتقد ان لو يقدر روبرتو ان هو يحل هذا الامر، يحل هذا الامر بشكل جيد، اعتقد مع الدفاع الجيد على الدائره اعتقد ان قادرين نكمل بشكل ما، وان كنا نفتقد واحد من احسن اللاعبين من احسن الباكات في العالم هو يحيى خالد.